التعديات الانتخابية اللي الناس لازم تعرفها انه دي ممنوعة، دي ما ينفعش تبقى موجودة. حاجات كتير يعني، مثلا في طريقة التصويت يعني، في واحد مثلا ممكن يدخل يكتب انا يعلق صوته بشرط، يعني انا منتخب المرشح سين بشرط انه يعمل كذا، او اكتب عين ده صوت باطل، او ان انا اختار اكتر من مرشح ده صوت باطل، او ان انا اي حاجة تدل على هويتي سين صاد عين. او في ناس يقول لك انا عايز ارشح عمرو اديب مثلا، اسمي مش مكتوب. لا او لو مكتوب بس هو بيحط الاسم كتابه، لا ممنوع برضو ده يبطل. لا هو يعلم، لازم العلامه. بالضبط، لازم العلامه على اسم المرشح او الرمز الانتخابي بتاعه فقط، اي كتابه تانية على الورقه الانتخابيه بتبطل مفعولها للاسف، وده جزء منه بيفسر نسبه الاصوات البطله. احنا عندنا دايما الاصوات البطله في كل انتخابات رئاسيه بتبقى هي المركز الثاني. مره في مرشح الاصوات البطله مرتين. الاصوات البطله كانت اكتر من اصواته اخر انتخابين 2018 و2014. وانا رايي ان دي مش بطلان عن عمد قد عن جهل، مش بطلان، تعبير عن موقف. يعني في احيانا في بعض النظم الديمقراطية الراسخة أنا بنزل أبطل صوتي كتعبير عن موقف، أنا مش عاجبني. أنا ما عاجبنيش حد من المرشحين، أو مش عاجباني العملية الانتخابية كلها، أو مش مؤمن بجدوى العملية الانتخابية فبنزل أبطل صوتي. لكن اللي بيحصل إن هو ده غالبا بيكون أو بنسبة كبيرة عن جهل، لأنه اللي عنده موقف من الانتخابات ما بينزلش أساسا، إنما اللي بينزل خلاص أنا نازل ومقتنع بجدوى العملية الانتخابية فبنزل، فبالتالي